أتريد أن تنسى أم أنك تنسى؟ هل تترك الآلام والأحزان تعبث في حياتك؟ تمحو ذكرياتك؟ تغتال الورود الناميات على فؤادك؟ وتعيش قيد اليأس يقتلك شقاؤك؟ أتريد أن تنسى أم أنك تنسى؟ والناس حولك لا تمل من الكلام، لو كنت فيهم ناجحا حقدوا عليك باستماتة، ولو فشلت رموك بسهام الشماتة. أتريد أن تنسى أم أنك تنسى؟ وماذا ستجدي من النسيان إلا زوال الحلم وتراكم الأحزان، إلا ضياع النور وزوال الأمان. أتريد أن تنسى أم أنك تنسى؟ من أنت قبل مجيئك الدنيا؟ قد كنت نسيا في علوم الغيب، وغدا ستطويك المنايا وتصير نسيا، فانتبه فهناك آية، وهناك خلف حياتنا هدف وغاية. فابدأ حياتك من جديد، كن مؤمنا، ابن الأمل، لا تلتفت للناس، فالله يفعل ما يريد. ودمتم في أمان الله. في أمان الله. قصدت لي فهم الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. فكتبت أبياتا متواضعة. خلاص عرفنا فيها.